معاملتهم دايما حضرتك الدكتور ايهاب والدكتوره مياده، وليا الشرف ان انا ابقى معاك النهارده ان شاء الله، ان شاء الله تبقى محاضره لطيفه ودكتوره هدى. والدكتوره حسام كل المنصه، الدكتوره ميمي والدكتوره منى، ان شاء الله النهارده يعني تبقى المحاضره لطيفه ولذيذه لاخر المفروض ستيب بنلجا ليها في مريض الاوبيزيتي البارياتريك سيرجري. ده بيعتمد على حاجات كتير، مقاييس كتير، يعني احنا مش هنتكلم هو ازاي يبقى ان هو يتحضر لبارياتريك سيرجري او يبقى انديكيت لبارياتريك سيرجري. انا بس هتكلم على النيوتريشنال ريكومنديشن حواليها. قبل البارياتريك سيرجري المفروض ان هو هيروح للنيوتريشنست، وبعد البارياتريك سيرجري المفروض ان هو برضه هيتابع مع نيوتريشنست. في الاول ليه قبل السيرجري المفروض ان هو احضره ان هو يدخل لبارياتريك سيرجري؟ اولا انا محتاجه منه ان هو يلوز ويت، يبدا يتعود ان هو هياخد اسبوعين قبل البارياتريك سيرجري بحضره بدايت اسمه بري بارياتريك دايت، ساعات ناس بتسميه ليكويد دايت، ساعات ناس بتتكلم على ان هو ليفر ريدكشن دايت. المهم ان انا بعمل بيه ويت لوس، تقريبا بيخس من 7 ل 10 كيلو في الافريج يعني، ده في اول اسبوعين بحافظ بيه على الماسلز بتاعتي. مهم جدا طول ما انا بخسس اي عيان ان انا ابقى حاطط في دماغي فكره الماسلز بتاعته، الماسلز بتاعته دي عشان كل حاجه، عشان صحته، علشان طول ما هي موجوده هيحرق اكتر، الميتابوليك فانكشنز بتاع الجسم كلها هتبقى احسن طول ما انا بعمل بريزرفيشن للليد ماسلز بتاعتي. ديكريز الليفر سايز، الفاتي ليفر اللي بيبقى موجود بيعمل مشكله للجراح وهو بيعمل بارياتريك سيرجري، فبيقل تقريبا 25% مع الدايت اللي بيبقى قبل البارياتريك سيرجري. منتال اويرنس، هو العيان ده مش هجيبه من الشارع ما يبقاش عارف اي فكره هو المفروض هيشتغل ازاي او هياكل ايه بعد البارياتريك سيرجري، وفاهم ان هو خلاص عمل البارياتريك سيرجري وخلاص هو يعني هيخس يعني باي تايم كده، يعني مش عارف اصلا هو هيكمل على ايه. لا، لازم افهمه ان الموضوع بيبقى هارد، ولازم يبقى متعود على بورشن، متعود على كالوريز، متعود ان هو يبقى عنده فود دايت هنركز عليها طول الوقت، متعود ان هو يقرا الليبلز اللي موجوده على اي برودكت يشتريها من السوبر ماركت. المنتال اويرنس ده مهم جدا، الادابتيشن عشان هو هيفضل يمشي على ليكويد دايت فتره بعد السيرجري، فمهم جدا ان انا اعمل له ادابتيشن من قبل السيرجري. طبعا الاسبوعين اللي ببقى شغاله فيهم قبل السيرجري بيحسنوا لي جدا الجلايسيميك اندكس او الجلايسيميك ستيت قبل السيرجري، وبيقلل لي البوست اوبريتيف كومبليكيشن. البري اوبريتيف دايت اللي بيبقى موجود بيبقى لو فات لو كارب هاي بروتين لو كالوريك دايت، ده هنفسره ازاي؟ المهم ان انا ابقى فاهمه كويس جدا ان انا بركز على الهاي بروتين عشان بعمل بريزرفيشن للين ماسل، واللو فات واللو كارب ولو كالوريز علشان انا عايزه اخسس العيان ده قبل ما يدخل. البريكفاست بتاعه هيبقى حاجه زي البروتين شيك، عامل زي كده الميلك شيك اللي بنطلبه. غالبا البروتين شيك ده بيتكون من حاجه فاكهه، حاجه ناتس، لبن او ميه، بروتين باودر هنيجي ليه بعد كده، بس ده بيبقى اختيار في البريكفاست. غالبا بمشي عليه في اللانش والسناكس، مع ان انا اديله فاكهه في السناك. الفاكهه دي زي ما الدكاتره اتكلموا ان في سيرفنج سايز، مش كل يعني الكمبيوتريه دي مثلا هتساوي كوبايه من الفراوله، لكن هتساوي نص كوبايه من حاجه من كانتالوب مثلا، يعني كل واحده على حسب الكالوريز اللي هتبقى فيها. هستخدم الزبادي في السناكس او ممكن في العشاء. الغداء بتاعي اللي هو هنا بيمثل الدينر، حاجه هبقى مستخدمه بروتين كويس جدا، ومستخدمه سلطه يا اما كوبايه سلطه او خضار نان ستارشي بيشمل الكوسه، البروكلي، القرنبيط وهكذا. دي امثله للاطباق اللي تعتبر
هستخدمها في الدينر الجاي. انا بتكلم على هاي بروتين، هاي بروتين في كله، ونون ستارشي فيجيتابلز مع جرين سلطه. يعني ده مثلا دي اشكال الاضواء اللي احنا بنعملها، مهم جدا في كل النيوتريشن دايما يعني نركز عليها ان شكل الحاجه بالنسبه للعيان يبقى مقبول، يبقى شكلها لطيف. انا مش هقول له كل اكل مسلوق وكل اكل مش عارف ايه، لا، هو الطبق ده صحي جدا وفي الاخر شكله لطيف. ده بالاضافه ان هو المفروض هياخد 8 كوبايات من الميه او اي مشروبات تبقى شوجر فري فلاورز في اليوم، ده مهم جدا. وياخد الفيتامينز والمينرال سبلمنتيشن بتاعته كل يوم، هياخد من الكومبليت مالتي فيتامينز ويز اير قبل السيرجري. دي هفصلها طبعا عن الكالسيوم. الكالسيوم المفروض ان هو بياخد في اليوم من 1000 ل 1200 ملي جرام داي، بياخدهم على دوزس متفرقه، لان الجسم مش بيقدر يعمل ابزوربشن لاكثر من 600 ملي جرام في المره. فعشان كده انا بقى افرق الدوزس بتاعتهم عشان ما باخدهمش كلهم ذا سيم وان. ده احنا قلنا هنتكلم على شكل البروتين شيك، يا اما انا بعمله في البيت هوم ميد، يا اما هو ريدي ميد في عامل زي الزبادو والحاجات دي. هو مهم عندي ان انا ابقى واخد بالي حتى لو هو ريدي ميد اقرا عليه ان هو ما يبقاش، يعني عشان كده بقول جدا مهم جدا ان احنا نقرا الليبل بتاعته، ما يبقاش اكتر من 200 كالوري، يبقى البروتين فيه 20 ل 30 جرام، يبقى اقل من 5 جرام شوجر و15 اقل من 15 جرام من التوتال كربوهيدرات. ده مهم جدا، هنلاقيه على الليبلز بتاع كل الحاجات دي، اقراها كويس، لان هو ممكن يبقى كاتب كويس جدا ان ده حاجه هايله وهو ما ينفعش اي حاجه في الحاجات دي على الليبل، زي الحاجات الكتير اللي مكتوب عليها فات فري ودايت وحاجات كده، وبتطلع في الاخر متبدله الفات بستاش. لازم هو هيعوض الطعم اللي موجود اللي اخده من الفات بستاش وسكر. البروتين باودرز دي انا يعني بعملها يا اما بوتر يا اما شوجر فري بيفرج يا اما ملك فات فري. مهم جدا ان انا اخلي بالي العيان ده انا يعني بعمل له دايت فيه لو كالوريز جدا، يعني فلازم يرجع للدكتور اللي بيعالجه دايابيتس ويخلي باله ان هو يقيس السكر بتاعه 3 لـ4 مرات في اليوم، لان انا متوقعه ان هو هيدخل في هايبوجلايسيميا، هيظبط له الانسولين والاورال ميديكيشن بتاعته. في حاله ان انا لقيته اقل من 60 الراندوم بلاد شوجر بتاعه، لقيته في مره اقل من 60، يبقى هو لازم ياخد 15 جرام كارب زي ما الدكتوره مياده كانت بتتكلم. هي ال 15 دي موجوده في ايه؟ هتبقى موجوده، ال 15 دي هتبقى موجوده في نص كوبايه عصير 100% عصير فاكهه من غير ما احط سكر، او في كوبايه ملك خالي دسم، او في معلقه عسل. ويبقى عندي الرول اوف 15 ان انا بدي 15 جرام كارب واستنى 15 منت واقيس تاني، لقيته لسه اقل هدي 15 واستنى 15 لحد انا كل هدفي انه يطلع فوق ال 60. يبقى اول حاجه في البري نيوتريشنال بري بالياتريك نيوتريشن ان انا اخلي بالي ان لازم يعدي على النيوتريشنست قبل ما يروح يعمل السيرجري بتاعته. البري اوبريتيف دايت لازم ابقى واخده بالي ان هو هاي بروتين لو كالوري لو فات لو كارب، يشرب 8 كوبايات ميه وياخد الفيتامين والمينرال سبلمنتيشن، واخلي بالي من الهايبوجلايسيميا. طيب البرياتريك سيرجرز اللي موجوده عندنا يعني هم دول تقريبا الكومن، بيبقوا غالبا يا اما ريستريكتيف يا اما مال ابزوربتيف يا اما ميكسد الاثنين مع بعض. ريستريكتيف انا قللت السايز بتاعه الاستومك زي في الباند او في السليب. الرو ان واي وال بايلو بانكرياتيك دايفرجن مع ديودينال سويتش او من غيرها، كل دول غالبا بيبقى برضه قلل السايز بتاع الاستومك، مع ان هو شال حته كبيره جدا من الابزوربتيف اري سواء في الاستومك او السمول انتستين. طيب هما ازاي بيشتغلوا؟ اول حاجه قلنا ان احنا قللنا السايز بتاع الاستومك، يعني حاجه في البايلو بانكرياتيك دايفرجن خليناها يعني بقت الاستومك حجمها قد البيضه بالظبط او قد الموزه لو انا بتكلم على اسليب. هياكل ايه؟ دي بتبقى يعني لازم انا افهمه من قبل العمليه عشان دي ما تبقالوش صدمه بعد العمليه. بعد العمليه مش هياكل اكتر من معلقتين لربع كوبايه في الميل، فلازم يبقى هو فاهم هو ايه الكميه اللي هو هياكلها، مش هياكل براحته. 1 مير بعد السيرجري هياكل من كوبايه لكوبايه ونص، ده اللي هياكله.
فهو لازم كل الكلام ده ابقى انا عامله منتال اويرنس كويس جدا. المال ابزوربتيف انا الاستومك سايز بتاعتي الفا، بالتالي الاستومك اسيدز بتاعتها قلت، وبالتالي الابزوربشن بتاعت الفيتامينز والمينرالز والفود قل، كل دوت بيقلل لي الكالوريز اللي هي داخله جسمي. بعد الجاستيك باي باس بيبقى كمان بلس ان ما عنديش سيرفيس اريا للابزوربشن في الاستومك، ما عنديش سيرفيس اريا للابزوربشن في السمول انتستين. فود انتولرنس من الاسباب اللي بتخسس برضه، لان مش كل الحاجات اللي هو كان توليريت ليها في قبل السيرجري هتبقى توليريت بعد السيرجري، بالذات الحاجات الفرايد والحاجات اللي فيها هاي شوجر ممكن ما يحصلهاش التولرنس بتاعها من الاشخاص. انا هدفي ايه بعد السيرجري لما يجي لي كان نيوتريشنست؟ انا هدفي ان انا اديله انرجي كويسه جدا من حاجات النيوتريشنال فاليو بتاعتها عاليه علشان اساعده في الهيلينج بعد السيرجري. اخلي بالي هنفضل نركز عليها من الماسلز بتاعته وهو بيخس، واقلل السايد افكتس اللي جايه من السيرجري وماكسمايز الويت لوس. البري بارياتريك البوست بارياتريك دايت سوري بنتكلم على فور ستيجز. الستيج الاولانيه كلير فلويدز دي بتبدا بعد السيرجري على طول. الستيج الثانيه هنتكلم على كل واحده فيها هي ايه، الفول فلويدز، وبعد كده سموث فود او اللي هو الحاجات البيوريه والسوفت فود. دي يعني كل ستيج تقريبا بتاخد اسبوعين. سموث فود بتاخد 4 اسابيع لو انا في باي باس، اسبوعين لو في السليم، وهكذا السوفت فود. طيب الكلير فلويد اهم حاجه في الكلير فلويد لما اجي اشرح له اقول له اي حاجه تقدر تبص منها، يعني عصير تفاح، ميه، اي حاجه انت تعرف تبص منها تشوف منها اللي قدامك شفافه بالنسبه لك، فهي دي تعتبر انت في الستيج دي. الستيج الثانيه بتاعت الفول ليكويد يعني اي عصير معصور هيبقى بقلبه، يعني مش هصفيه. حاجه زي اللبن ده هيبقى مسموح بيه في الليكويد، في الفول ليكويد. السموث فود اي حاجه هتبقى مضروبه، اي حاجه بيوري بقى مضروبه، بودينج، الكلام ده كله هيبقى مسموح بيه في السموث فود. والسوفت فود هيبقى دي مرحله نهائيه قبل ما ادخل على الريجولار ايتنج. دي حاجات سوفت فود فود عادي، بس المهم ان هو يبقى سوفت، ما يبقاش فيه اي حاجه بتقرمش او حاجه يبقى ليها كونسستنسي صعب. يعني الريجولار دايت بيدخل له بعد شهرين بوست اوبريتيف. كل الكلام ده لازم يبقى فاهمه العيان كويس جدا قبل ما يعمل السيرجري. الستيج اللي هي بتاعت الكلير ليكويد اهي، حاجه تبقى عصير فاكهه من غير القلب بتاعه، بس مهم جدا ان انا اخففه 50-50 بالميه. العصير الاورنج والتوميتو مش مسموح في المرحله دي علشان شويه بيزود الاسيديك ميديا بتاعت السمك. شوربه الفراخ واللحمه او شوربه الخضار مسموح بيها في الوقت ده، هي حاجه بتعلي البروتين في الوقت ده. دي كافينيتد فوق كافي وتي، الكافيين مش عايزينه برضه في الوقت ده عشان اسيديك وعشان دايوريتك، والعيان ده بيبقى لايف ان هو يدخل في ديهايدريشن لانه مش قادر يشرب، فانا مش كمان مش هديله حاجه تعمل له دايوريسيس. اي حاجه نان كاربوريتد او ممكن يعني اطعمها باي حاجه، ميه واحط فيها شرايح ليمون، شرايح توت او فراوله، الكلام ده مسموح بيه. في حاجات بتبقى جاهزه للناس بتوع بارياتريك سيرجري، ممكن اعمل لهم نفس العصير ده، اعمل له ايس بوب. يعني انا احاول اشكل دايما طول الوقت نقول ان احنا في النيوتريشن نحاول نخلي الحاجه مقبوله للعيان. مهم جدا ان هو يبقى في الروم تمبريتشر او دافي شويه علشان يبقى توليريتد احسن طول الوقت. في المرحلتين الجايين بقول للعيان اشرب بق وسيبه، انا عايزه الوجبه تخلص في نص ساعه، مش عايزاها تخلص اقل من كده، عايزه الوجبه تخلص في نص ساعه. فهتشرب بق وتسيب. حتى لما هنيجي نتكلم على الستيشنز اللي بعد كده اللي فيها اكل بالمعلقه هقول له هياخد معلقه وهيحطها جنبه لحد ما يبلع، وبعدين ياخد المعلقه اللي بعديها وهكذا. انا عايزاه ياكل بالراحه جدا علشان مش عايزه يحصل انتوليرانس للحاجه اللي هو بياكلها، ويشرب طبعا 3 كوبايات ميه في اليوم. ده بالنسبه للستيج الاولانيه. الستيج الثانيه اللي هي الحاجات الفول ليكويد، حاجات زي الشربات، شوربه عدس، اي حاجه هتبقى مضروبه، شوفان والضرب، اتعمل مثلا بلبن والضرب،
اي كوكت سيرب برضو ما زلت ان انا بخفف اي عصاير ما بديهاش ما بديهاش زي ما هي مش زي ما بعصرها زي ما بديها له لان انا برضو في المرحله دي هبقى خايفه من حاجه اسمها داون سيندروم نتكلم عليه بعد كده. بديله ميلك بس يبقى فات فيه واديله حاجات بودنج بس تبقى شوجر فري وهوت شوكليت ما فيش مشكله شوجر فري برضو. البروتين شيك زي ما اتفقنا ان انا لو هجيب حاجه جاهزه فانا هقرا عليها تبقى على الاقل 100 كالوري عايز 10 جرام بروتين واقل من 3 جرام فات واقل من 15 جرام كارب. لايت يوجرت هيبقى بس ما مش عليه اي فواكه او كده. نحاول ننجز لان الوقت خلاص. زي ما قلنا دول الحاجات اللي احنا ركزنا عليها واحنا ماشيين. استخدم الكاب ميجرمنت علشان ابقى عارف هو المفروض ان ده مش هياخد اكتر من 60 مللي في الوجبه الواحده. يعني لو احنا بنتكلم على ببرونه اطفال قد كده تقريبا هو مش هياخد اكتر من كده فلازم استخدم ميجرمنت عشان ابقى عارفه. ما يستخدمش الشاي موس خالص لان ده بيدخل هواء وبيعمل مش بيبقى مخليني ابقى عارفه قد ايه في البوك اللي هو اخده ده الكميه اللي اخدها. انا عايزاه ياخد بوك بوك صغير جدا. فورتفاي البروتين كونتنت ان انا احط بروتين باودر او ان انا اعمل اي حاجه موجوده في الميلك. لازم استخدم طبعا فود دايري ولازم المالتي فيتامينز والسبلمنتس بتاعتي تبقى موجوده. الستيج الثالثه زي ما اتفقنا ان هي حاجات كيوريه. ربع كوبايه لو جاستريك باي باس ومن ربع لنص لو سليم. ده شكل الحاجات البيوريه من يعني من صور التحسين اللي احنا بنقول مش هديله مش يعني مش ههرسهم او اضربهم بالمضرب واقول له خد. لا انا بحاول اديهم له بشكل يفتح نفسه لان الفايت بتاعته بتبقى مش كويسه مش احسن حاجه يعني. السوفت فود ده المرحله بقى اللي خلاص قبل الاكل. فممكن احط له جبن بالمنظر دوت. اي حاجه ياكلها لحمه او فراخ او تبقى كلها فيها صوص طول الوقت يبقى الحاجه فيها صوص فيها لايت مايونيز فيها صوص فيها شوربه كل الوقت تبقى القصه بتاعتي صوص فود بالمنظر ده. التبس الاخرانيه للتو ستيجز دي ان انا اول حاجه تاكلها البروتين يعني ما تجيش تاكل الكارب بتاعك او حاجه في الاول وفي الاخر لا مش قادر. اول حاجه هتبدا بيها البروتين بتاعك. مفيش شرب قبل الاكل بربع ساعه او نص ساعه ومفيش بعده ومفيش في النص علشان ما يحصلش جسمك انتج سريع او حتى اصلا يحصل انها تتملي وخلاص مش قادر ياكل. هنفضل ناكل على ان هو يشرب فلويدز وهنفضل نقول ان هو ياخدها في نص ساعه ويقعد يمضغ كويس جدا 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 قبل ما يبلع. بعمله زي الطفل الصغير انا بدخله نيو فود كل يومين تقريبا عشان اخلي بالي من التولرانس والفود ده مهم جدا. كل حاجه لازم تبقى بصوص او في صلصه عشان طول الوقت يبقى الاكل بتاعه طري ده بالنسبه للستيج فود وان هو يستعمل اطباق ومعالق معينه علشان كنترول البورشنز وهو في اوريزي حاجات يعني كنترول البورشنز يعني ده شكل مثلا بوله مثلا بتاعت شوربه هي هنا ربع كوبايه نص كوبايه ثلاث ارباع وهكذا بتتباع دول البروتين اللي موجودين يعني وبيتباعوا. ده شكل تقسيمه الطبق اعمله نص بروتين ونص خضار ما نستاشي وهنا الربع بس كارب او حاجه قليله كارب وعليه يعني زي جمل تشجيعيه كده هنا ده طبق ومكتوب له يعني انت ممكن مثلا اقتراحات اللي هو ايه مثلا الفروتس ايه الفيجيتابل ايه البروتين ممكن ياخده وشويه نصايح ايه بان اور بيفور درينكينج سمول بايتس وهكذا. فاوريدي الحاجات دي يعني موجوده وسهله دلوقتي. اخلي بالي من ايه وانا ماشيه علشان يفضل انا عندي سكسس فور ويت لوس. كل الحاجات الهاي كالوري فود اللي اصلا دخلته بقى في الاوبيزيتي يحاول يبعد عنها ويمنعها. الحاجات الديزرتس الفرايد فود الهاي بروسيسد الانرجي درينكس والكلام ده. يعني احنا اكبر حاجه عندنا مشكله هي ريفايند جرين. كل حاجه اللي معموله من الدقيق الابيض والرز الابيض والمكرونات مش عارفين نستبدلها بايه. يعني شويه مجهود بس انا حاجه مثلا ده طبق معمول من يعني الاسباجيتي اللي فيه ده عباره عن جزر وكوسه ومحطوط عليه الفراخ بتاعته والحاجه ومتقدم بشكل حلو. انا ممكن يعني اعمل له حاجه زي كده الكولي فلاور رايس دلوقتي دي يعني الناس بتعمله سواء في البيت وتحط عليه يعني انا بعمله رز هو بديل الرز بالظبط. وانا بصراحه بحضر المحاضره لقيت ان هو نزل في مصر جاهز يعني بقى
ابيض كمان يعني ممكن الناس تستخدمه عادي. فهو ده منظر الطبق لو انا عاملاه في البيت، وده ممكن استعمله من بره. فدي كلها افكار ان انا ازاي احاول ريفايند جرينز دي تطلع من حياتي. البريد برودكت الساندوتش نفسه يبقى هو الغلاف بتاعه خاص او الغلاف بتاعه هو، يعني مش هتفرق كتير. هي الفكره بس في كل نيوتريشن يعني بتغير هابتس متعود عليها. يعني دي كلها تعتبر فيلر فود. الفيلر فودز دي بالنسبه لي السليس بروتين والفروتس والفيجيتابلز في الدايت بتاعي. دول تقريبا قلناهم ميك نيو هابتس، دي مهمه جدا عشان انا بغير بيهيفير بتاع عيال وبغير اللايف ستايل بتاعه. ايه اللي بيحصل؟ ممكن نعديهم. البروتين ديفيشنسي او البروتين ديفيشنسي يعني مش عارفه هينفع نكمل السبلمنتيشن ولا لا، بس بيحصل بروتين ديفيشنسي مع السيرجريز دي، وعلى حسب كل سيرجري يعني، علشان كده بيختلف مع السيرجري اللي هو هيمشي عليها. يعني البروتين انتيك بعد اي سيرجري غالبا بيبقى من 60 ل 80 جرام بير داي، يعني 1.1 لحد 1.5. احنا كناس نورمال بناخد 8.10، هما بياخدوا اعلى مننا. حاجه زي الكايلوباكرياتين دايفرجن بياخد لحد 120 جرام بير داي. هما بيفقدوا كتير جدا، ومضطرين ان احنا نعوض بكميات كبيره جدا علشان ما يحصلهمش بروتين ديفيشنسي ويموت المسلز بتاعتهم. الكواليتي بتاعت البروتين مهمه جدا. اليوسين ده حاجه امينو اسيد يبقى مهم، موجود في البيض واللحمه والعدس والهارد تشيز. كل ده انا يعني بعملها علشان الليين مسلز. الفات مالابزور بيحصل فات مالابزور، مش مشكلتي في الفات صالب الفيتامينز والفيتامين دي اللي بيقع وبيحصل فراكشر بون، بيحصل هايبوكالسيميا ويحصل سكندري هايبر باراثايرويدز. دي شويه سايد افكتس بتحصل بعد السيرجري، كلهم ليهم علاقه بالنيوتريشن. يعني النوزيا وفوميتنج، ده اكل بسرعه او شرب ميه في النص، او الفود كان بالنسبه له نوت توليريتد، دايريا كان عنده لاكتوز انتولرنت، او اكل حاجات فيها هاي فات وهاي شوجر. مهم ان انا ابقى عارفه ان ممكن، يعني انا مش ماليش على كاتيجوري، يعني نقطه مهمه في الحته دي، ماليش على كاتيجوري زي الديري برودكتس واقول هو خلاص هو مش توليريت الملك فهو لا هيتولريت الجبنه ولا هيتولريت الزبادي. لا، هو اجرب معاه كل حاجه وممكن يتولريت الزبادي او الجبنه وهو مش توليريت الملك. الكونستبيشن ما بيشربش فود فلويدز كتير او ياخد كالسيوم وايرن، دي هايدريشن، كلهم ليهم يعني حلول قلناها. الهارت بيرن ده حد بيستخدم شاليمو او بياكل لبان، ده بيدخل هواء وبيعمل له هارت بيرن وكربونيتد فلويدز. الهير لوس علشان الويت لوس بيبقى عنيف وبيبقى فيه لاك للبروتين. الدامبل سندروم ده اللي كنا عايزين نتكلم عليه، اللي هو بياكل شوجرز كتير جدا وبيشرب ميه وسط الميلز، دخلته في نوعين من الدامبل سندروم، بيبقى فيه يا اما ليت يا اما ايرلي. ايرلي ده على طول بعد الاكل بربع نص ساعه بيبقى معاه ويك وديزنس وتاكي كارديا ابدونال كرامبنج. بسبب ايه؟ بسبب ان في رابط جاستريك امتنج. انا دخلت اما دخلت فلويد حصل وش اب بسرعه جدا للحاجات الهاي كاربس والهاي فلويدز اللي هنا، دخلت على ديودينم عملت لي كل السيمتومز دي. فانا ما نشربش، يعني حلو ان احنا ما نشربش في وسط الاكل وما ناخدش الهاي كاربس. يا اما الحاجه الثانيه اللي هو الليت ده بيحصل بعد ساعه لثلاث ساعات، بيبقى رياكتيف هايبرجلايسيميا، وده السيمتومز بتاعته هتبقى هي سيمتومز الهايبرجلايسيميا. بحاول ان انا لو عرفت ان عيالي يحصلوا كده بياخد سمول اماونت اوف شوجر بعد اول ساعه من الاكل، او ممكن استخدم معاه الاكاروز او السوماتوستاتين انالوز. الفيتامينز والمينرالز برزنتيشن بتختلف، هي موجوده مع كلهم بس هي بتبقى ابزوربتيف اكتر. ليه؟ لو كانت موجوده في ريستريكتيف تفسيرها ايه؟ انه بياخد حاجات لو نيوترنت دنس، الحاجات اللي بياخدها النيوتريشن فاليو بتاعتها في الاكل مش كويسه. فود انتولرنس وريستريكتيف بورشن سايز، مهم جدا ان هو يبقى بياخد الفيتامين والمينرالز بس مش عشان الديفيشنسي، علشان كمان الابيتايت كنترول والويت لوس بتاعه يبقى احسن وتمنعه من الويت ريجين. الحاجه مثلا زي الرو ان واي بيحصل فيها ديفيشنسي في الايرن والكالسيوم وفيتامين بي 12 وفيتامين دي ديفيشنسي، لكن بايلو بانكرياتيك بيبقى اكتر. كل دولت معاها بس البروتين والفات صالب الفيتامينز. البانكرياس بيبقى كليه ديفيشنسي، عشان كده بقول مهم ان احنا نعرف نوع العمليه اللي اخذناها ايه. التايمنج غالبا بيحصل مع كله لان هما
بيبقى عندهم ريكارنت فوميتنج فهو بيحصل فلازم يتعوض. كان في بس حته في الصينيين مهمه اقولها ان هو له علاقه بالكربوهيدرات الكاريز، فلو العيان بتاع الكارياتيك ده اخذ ديستروز انفيوجن وما كانش بياخد معاه اديشنال فيتامينز كويس هيحصل ديبليشن للفيتامينز بتاعته للصينيين بالذات في اللحظه دي هيدخل في الصينيين ديفيشنسي. هو المفروض ان هو ياخد 100% من الديلي فاليو للمالتي فيتامينز ديلي، ده في البندنج او السليب، 200% في الحاجات اللي هي المالابزوربت سيرجريز، وفي الاول بياخد شوب او ليكويد فورم وبعد كده بيبدا ياخد التابلت بعد فتره. تايم ريليز دي سبلمنت والانتريك بوتينج دي مش بنبقى عايزينها وناخدها مع الاكل علشان نحسن التولرنس بتاعها، وفي سبيشاليزد فورمولا للبالياتريك بيشنتس. خلاص احنا قلنا نخلص تقريبا احنا اتكلمنا على الكالسيوم في الاول. بس مهم ان انا اللي هدي الفورم بتاع الكالسيوم بتاعي يبقى كالسيوم ستريت لانه محتاج كميه اقل من الاسيد علشان يبقى ابزورب، واحنا اوريدي عندنا الاسيد قليل في الاسطوانه دلوقتي بعد ما خلاص يعني بعد ما عمل العمليات دي. فيتامين بي 12 بيطلع من دي سبلينجوال فورم وبيطلع اكتر بسبب ان الدايجشن بتاع البروتين بيطلع اسيد والاسيد هو اللي بيعمل له ابزوربشن. فالفيتامين بي 12 بمعنى ان موجود ان هو اوريدي بيبقى فيه ديفيشنسي بس برضه ده يقول ان في لو بروتين او في بروتين ديفيشنسي كان حاصل. يعني انا بشكركم شكرا جزيلا، اسف جدا على التاخير.